شفته كب باللبن كتير. شيء بيرفع الراس. قرب 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 قرب. رهيبة رهيبة. حسب الإمكانية. هذا غلط. سنة رمضان غير. والطبخ طريقة التقديم غير. حتى الشيب برهان بالطبخ وبالتقديم غير وغير. شفته كب باللبن كتير. بس اليوم الكب باللبن غير كل بتشوفوه. بطريقة التقديم مثلاً كب باللبن نوعين، مقلية ومسقطة باللبن. إذا بدكم تعرفوا كيف عملنا هاللوحة الفنية، تعالوا عاد نشوف طريقة التحضير. للكبة اللبنية رح نحتاج كيلو برغل. فيك تحطوا الكمية بدكم اياها. عندي كيلو برغل. كيلو برغل بيطلع 5 كاسات من الكاسة هيدي. 4 كاسات برغل أبيض وكاسة برغل أسمر. فيك تحطوا كيلو برغل أبيض، بس أنا بفضل تحطوا كاسة أسمر. كاسة أسمر بتشد العجينة، بتخليها تكون متماسكة وحلوة لكم اللبن. هون غسيل البرغل. تعالوا مع بعض نشوف كيف الطريق غسيل البرغل. طيب القلب بنغسل البرغل هيك، اذا في اي شوائب او اي كذا بيطلع على الوش. هاي الطريقه بنصفيه. نرجع بنغسله ثاني مره. في عالم ما بتنقع البرغل كتير، تحب فيه يكون في قرطه او قرشه. خلوا المي على مستوى البرغل. شوف المي على مستوى البرغل. اتركوا البرغل لمده ربع ساعه. هلا حبايبي انتقع معنا البرغل، شو بيكمش على بعضه، يفرط مثل الرمل. ايضا بعت البرغل عندك بنتقع 100%. هيك لازم يكون برغل الكبة. معلقة فلفل اسود. مردكوش. اللي ما عنده مردكوش فيه يضيف ورقتين حبق. اللي ما عنده حبق او مردكوش فيه يضيف ورقتين نعناع. وانا بحب ضيف قشر ليمون حامض للكبة. معلقتين صغار ملح. نخلط البهارات مع البرغل. لكل كيلو برغل بدنا نص كيلو لحمة. يعني اقل شيء 400 جرام. من 400 فيك تضيفه 600، فيك تضيفه 700، فيك تضيفه 800، حسب الامكانيه، حسب متى بتحب الكبه. انا بحب ضيف نص كيلو لحمه. لكل كيلو برغل نص كيلو لحمه. كل كيلو برغل نص كيلو لحمه. هيدا الستاندر المتعارف عليه. يعني اذا شفتوا البرغل ناشف فيك تضيف له مي بارده مع ثلج. الكبه اللبنيه من الاكلات لكل رمضان الواحد لازم ياكلها. هلا برمضان المتعارف عليه لازم اول وجبه تكون بيضه. ان شاء الله كل ايامكم تكون بيضه بيضه. حبايبي لو نسيت محط للكبه كمون. اللي بحب يحب يحط للكبه كمون كثير بطعمه طيبه. نص معلقه كمون صغيره. نطحن الكبه. اذا شفت العجينه ناشفه كثير مثل هيدي مثلا، شوي ناشفه، مي وتلج، بس نرشوشها شوية مي وتلج وأريح للماكينة. حبايبي العجينة لسه بدها بعد معلقة ملح. قبل ما عملناها أول وش على الماكينة ندعكها أو منعجنها. طريقة دعك الكبة بهي الطريقة. تعال عندي شوف كيف الطريقة. هيك معس. ريحتها رهيبة. وهلا بنعملها وش تاني على الماكينة. أهم شيء نغطي العجينة مشان ما تنشف. ولا بنبلش بالكبكبة. هلا حبايب لحشوة الكبة، أنا عندي نص كيلو لحم مفروم معلية. نص كيلو تقريبا فيه 100 جرام لية. أنا فرمهم مع بعض حطهم. بنحتاج بصل. فيكم البصل تفرموه على الماكينة، فيكم تكتوه بالسكينة على الناعم، وفيكم تبرشوها. إحنا بنستسهل، بناخذ الطريقة الأسهل الأسرع والأسهل هو البرش. في ناس بتعمل بتحمس البصل اول شيء، وهذا غلط. لازم اللحمه تتحمص، بس يتغير لون اللحمه بتضيف البصل عشان يديك الطعم الصح. معلقه صغيره سمنه ومعلقه زيت نباتي. هلا بنضيف اللحمه. فيكم تضيفوا لحمه بقر معليه، فيكم تضيفوا لحمه غنم، فيكم تضيفوا ذهب الكبه، بس اهم شيء يكون فيها ليه عشان تعطي نكهه وطعم للكبه. حشوة الكبه اللبنيه نفس حشوة الكبه المقلية. هلا بعد ما صارت معنا اللحمة هيك انتكتت نشف بيضة. هلا بنضيف البصل. ولا حبايب نترك اللحمة تتنشف ميتة على الاخر وما عم تستوي البصلة. البهارات بتضيفهم قبل الاخير والملح اخر شيء. بحياتكم لو تضيفوا الملح على اللحمة مشان ما تشد معكم. بنضيف البهارات. نص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة سبع بهارات، معلقة صغيرة ملح.
وهيك صارت عنا اللحمة ذهبي. حبايب القلب بلا منضيف الجوز، بتحبوا تضيفوا صنوبر؟ طبعا صنوبر غالي كتير هلا، استعيد على الصنوبر، فيكو تحطوا جوز. جوز مدقوق دق، مش ناعم ولا خشن. ولا حبايب منقرص الكبة، لا في ناس بتحط بدل الزيت تحط مي ونشا، انا بفضل الزيت بيعطي نعومة للقرص. هلا الكبة اللبنية بتكون حطة صغيرة كتير غير الكبة المقلية. بهاي الطريقة بتلزق العجينة، شوف احلاها. شوف انا رح رقها، هيدي رح رقها على الاخر. هي ما لازم تكون الكبة اللبنية رقيقة كتير، بس انا هي رقتها. شوفوا العجينة، شوفوا تفاصيل البرغل. عم الكبة رهيبة. ومن سكر نطلع معكم زيادة مثل هيدي هيك، مثل هيك بدكم تعملوا هاي الطريقة بطلع معكم زيادة بتجيبوها. شوفوا حبة البرغل مبينة، أنا بدي حبة البرغل تكون مبينة، بدي إياها تكون عجين. إذا كانت عجين بتعطي طعمة الكبة، بتكون كأنك عم تاكل عجين ولحمة. هيك صارت معنا الكبة لبنية جاهزة. هيك إحنا عملنا نحن الكبة اللبنية بقسمين، مسلوق ومقلي. حبايب القلب هلا اللبن رح نحتاج كيلو لبن، كيلو لبن يكون حامض. رح نضيف معلقتين نشا، معلقة كبيرة ملح، كاستين حليب. في ناس ما بتفضل تضيف حليب، فيك تضيفوا مي، فيك تضيف، يعني في ناس بتضيف بيض، فيك تضيف بيض ومي وتحركوا اللبن على البارد منيح. بس انا بفضل تضيف الحليب، بيعطي قوام كثير كويس للبن، قوام كريمي. حبايب شوفوا كيف صار قوام اللبن بعد ما تحرك بهي الطريقة، مستحيل يفرط معكم اللبن. هلا بنحطه على النار، اهم شيء باللبن ضلوا تحركوا فيه، اهم شيء ضلوا تحركوا على النار. والنار بس يبلش بده يغلي بنخفف النار على الاخر. كمان ما نخفف النار بهي الطريقة، خففنا على الاخر. واللبن اهم شيء ما حد يغطي اللبن، اللبن ما بيتغطى. كل الوجبات كل الطبخات فيها لبن، ما بيتغطى. شوفوا القوام الكريمي اللي طلع، شوف يا عمي شو هاللبن، كريمة. اذا كان لبن شفتوا لبن شاد كتير، فيكم تضيفوا كاسة مي، نص كاسة مي سخنة مش باردة، سخنة. هلا بعد ما غير اللبن انا رح احملكم الكبة بطريقتين، نسقط الكبة باللبن على طول ونص مقلي، انتوا شو بتحبوا تسووا. اهم شيء مثلا نشكها شوكي، ما عمل طشي، حط معلقة سمنة وشوية زيت. كزبرة، نعناع يابس. هلا من الكبة باللبن، شوفوا اللون الذهبي طبعا كيف طالع، شوفوا انه عم الكبة، هي الكبة صارت جاهزة معنا. بعد ما غيرت معنا 20 دقيقة استوت معنا الكبة. هلا بنسكبها بالصحون. ايه شو هالكبة باللبن، حبايب ندوق الكبة باللبن. بناكل الكبة باللبن نوعين، تعال شوف الكبة، تعال شوف شوف رهيبة. انا بحب اكل مع كبة باللبن رز، بس مالي قلب خرب المنظر. الكبة باللبن بتغطى هيك بالصوص، قرب 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 رهيبة رهيبة. اليوم بدنا ناكل كبة باللبن بطريقتين، بالكبة المقلية والكبة النيمة مسقطة باللبن، بطعمة خيالية، بطريقة تقديم خرافية. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشيروا لايك وتابعوا. أنا بقدر أدعمكم، رمضان كريم، بشوفكم على حلقة ثانية. شبر برهان.